اعتقد مفيش سيناريو ممكن يحلم بيه لعيب منتقل للاهلي او منتقل للزمالك احلى من اللي حصل معاك، ان واحد يكون لسه جاي الاهلي خد واول ماتش اهلي اهلي وزمالك وزمالك يجيب جول. انا عايز اعرف بقى بالتفصيل. برضو وانت فعلا بتاع حضرتك يا كابتن. ده والله يا كابتن 14/3/2008 صح، كان يوم سيبنا جمعه 2-0 مظبوط كده. 2-0 وانا وميت اللي جبنا الاجوان. عايز اعرف بقى دي قاعده مش ظريفه بالنسبه لي بصراحه. بصراحه القعده دي مش ظريفه والله خالص. انا وميت اللي جبنا، انا جبت، هو جاب الجون الاول وانا جبت الجون الثاني. فعلا انا عايز اعرف كنا بقى 1-1 وانا جبت الثاني. عايز اعرف بقى الكواليس بتاعت الماتش ده من قبليه. لا العكس، انت جبت الاول وانا جبت الثاني. انت جبت الاول وانا جبت الثاني ومتعب جاب الثاني. ايوه صح، انا جبت التعادل وهو جاب الثاني. العكس. عايز اعرف بقى كواليس الماتش ده قبليه حضرت له ازاي؟ ايه اللي حصل في الماتش بعديه؟ لا قبليه عادي، انا داخل المحاضره عن لاعب الزمالك، فانا بالنسبه لي مش يعني يعني اللعيبه ما لقيتهم يعني في ماتش يعني في اهلي وزمالك، فالموضوع يعني ما هو في ايه وعادي بقى رايحين لعب زمالك عادي يعني، ولقيت ماتش اللعيبه كبير مركزه اهلي وخلاص. وزمالك بقى. طبعا كنت جاي من الاسماعيلي فانا مش في دماغي الكلام ده خالص يعني، بس نزلت الماتش عادي. انا كنت بلعب في نص الملعب عامه يعني، بلعب الماتش عادي. طبعا الجمهور الملعب متقفل وانا مش برضو مش مستوعب ان ده ماتش اهلي وزمالك. بعد الماتش ده بقى بدا يعني في عندي شويه بدات افهم، لكن قبليه لا عادي خالص. بس كان ماتش حلو وانا جبت التعادل للاهلي في الماتش دوت، ومتى جاب الجون الثاني فعلا. حسيت ان الجول ده فتح لك الباب وعمل علاقه ثقه ما بينك وبين الجمهور في بدايه تعرف الجمهور على دايماً فتحي جوه الاهلي؟ دايما البدايات لما بتبتدي كده، لا البدايه دايما كويسه يعني. دايما البدايات في اي نادي انا بالنسبه لي جاي جديد كان بدايتي كويس. انا كنت في الاول بلبس 11، 11 دي ما كانتش ماشيه معايا خالص، فروحت مغيرها لابس 24 رقم المفضل. بدات اجيب اجوان بقى، ايوه اجيب اجوان كتير، وبعد كده جبت جون في الاهلي مش جوان كتير بالنسبه لي يعني، كان نص ملعب جبت حوالي 5-6 جوان، فده مش وحش يعني. ولا بس ده كان اول هدف يعني، انا جايب جونين في الزمالك وغالبا عامل 2 اسيست او 3 برضه. حصيله يعني كويسه جدا يعني. لا يعني يعني المدافع يعني كويس مش وحش، بس لكن هي ماتشات بتبقى قويه محتاجه تركيز دايما، محتاجه وقت التركيز برضو هدوء. دايما اشوف الماتشات دي اللي اقوى في الالتحامات واللي اقوى في واحد ضد واحد بياخدها هيكسب الماتش ده دايما، هيركب الجيم هيركب الجيم.